وزارة الدفاع تقوم بكل ذلك، ولكن يجب أن نشكر المواطنين على هذه المبادرات. إضافة إلى ذلك، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات التي نسمعها، فمن الواضح أن الناس الذين يرون المشاكل، وهذه المشاكل موجودة، أن ردود الفعل يمكن أن تكون مليئة بالمشاعر أكثر، ولكن هم يشيرون إلى هذه المشاكل. لذلك لا يجب علينا أن نصمت عن هذه المشاكل، بل علينا أن نحلها جدا. فإن الجيش والشعب كان دائما قوتنا، وهذا الشيء سيكون كذلك اليوم. وأعطي الكلمة لوزير الدفاع سيرغي شيغو. القائد العام الأعلى، سأبدأ في تقريري من العملية العسكرية الخاصة. اليوم يواجه العسكريون الروس القوات المسلحة الموحدة الغربية، فإن الولايات المتحدة وحلفائها تضخ الأسلحة وتدرب المسلحين الأوكرانيين ويوجهون إلى هناك المدربين والخبراء ويشنون حربا إعلامية ضدنا ويستخدمون أساليب شتى بما في ذلك الأعمال الإرهابية وقصف المناطق السكنية باستخدام الأسلحة ثقيلة. فالدول الغربية لا تلاحظ كل هذه الجرائم مثل خطوات وعناصر الابتزاز النووي بما في ذلك الهجوم والقصف على محطة زاباروجيا النووية، وبما في ذلك التهديدات باستخدام ما يسمى بالقنبلة النووية القذرة. كل هذه الإجراءات تتخذ من قبل الولايات المتحدة لتعزيز سيطرتها وهيمنتها، وما يثير القلق الكبير هو زيادة التواجد العسكري الأطلسي بالقرب من حدود الاتحاد الروسي وجمهورية بيلاروس، وأيضا سعي الغرب إلى إطالة أمد الأعمال القتالية في أوكرانيا لإضعاف روسيا. فإن الأهداف الحقيقية لاتفاقيات مينسك باتت واضحة بعد تصريحات الرئيس الأوكراني السابق باروشينكا والمستشارة أنجيلا ميركل، وبعد عام 2014 وصلت إلى زمام السلطة قوة معادية لروسيا، وهي قامت بالفصل بين الشعب بين الشعبين الشقيقين، ما أدى إلى الأعمال القتالية في دونباس. إلا أن روسيا دائما كانت تقف إلى وتدعو إلى إجراء مفاوضات حول التسوية السلمية. وفي الظروف الحالية تقوم القوات المسلحة الروسية بمواصلة الأعمال القتالية وتقصف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وقدراتها القتالية، وتتخذ تدابير شتى للحيلولة دون سقوط الخسائر بين المدنيين الأوكرانيين. وفي نتيجة الأعمال القتالية قد تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة بين الأرواح والمعدات العسكرية، ولزيادة القدرات القتالية زادت القوات الأطلسية تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، حيث أنفقوا 97 مليار دولار، وهذا بمرتين أكثر من المعدات والأسلحة التي تركت في أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة من هناك. необходимо отметить, что в зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты. وغيرهم من الخبراء، وهناك حوالي 200 قمر اصطناعي تستخدم لمراقبة الأعمال القتالية، وأيضا هناك أخصائيون عسكريون يستخدمون لمواصلة مكافحة روسيا في المجال الإعلامي. ونفهم تماما
ومن أجل ذلك يعمل المئات من القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي، وأيضا هناك صمت كامل من قبل وسائل الإعلام الغربية حول الجرائم التي ترتكبها القوات الأوكرانية، وفي نفس الوقت يتم تمجيد المجرمين من النظام في كييف والنازيين الجدد، ويصفون أعمالهم بأنها إجراءات الدفاع النفسي. ويوميا نحصل على المعلومات حول إعدام الجنود الأوكرانيين الذين لا يمتثلون لتنفيذ أوامر القادة المسلحين الأوكرانيين للمشاركة في الأعمال القتالية. في سير العملية العسكرية الخاصة قمنا بزيادة عدد قواتنا في منطقة الأعمال القتالية، وأجرينا عملية التعبئة الجزئية، وأصبحت امتحانا جادا وهاما بالنسبة لمنظومة التعبئة والتدريب للقوات المسلحة الروسية. وبعد بدء عملية التعبئة الجزئية كنا نواجه المشاكل المتعلقة باستدعاء العسكريين من الاحتياط، وكل هذه الصعوبات والمشاكل كنا نقوم بمعالجتها خلال تنفيذ عملية التعبئة الجزئية، وكنا نتخذ إجراءات عاجلة لاستكمال عملية الإمداد والتموين. وفي نهاية المطاف تم تنفيذ كافة الإجراءات للتعبئة الجزئية، حيث تم استدعاء 300 ألف عسكري من الاحتياط، ولعب دورا كبيرا في ذلك العمل المتكامل والمنسق لجميع الهيئات الحكومية والسلطة المركزية والإقليمية. وبشكل خاص أريد أن أشيد بالموقف الوطني لمواطني روسيا، وهناك أكثر من 20 ألف متطوع ذهبوا إلى مراكز التعبئة للالتحاق بالخدمة في صفوف القوات المسلحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رئيس الدولة، فإن العسكريين الذين تم استدعائهم من الاحتياط يحصلون على نفس المرتبات التي يحصل عليها العسكريون المتعاقدون. عبء الكبير يتحملها الهيئات التي تشتغل وتعتني بعمل التوجيه المعنوي وتدريب الأفراد ورفع جاهزيتهم لتنفيذ الأعمال القتالية. في نهاية المطاف قد تمكنا من رفع القدرات القتالية لقواتنا وتنشيط الأعمال القتالية، وقد تم تحرير 5 أضعاف من الأراضي التي كانت تحت سيطرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك قبل 28 فبراير. تم تحرير مدينة ماريوبول التي حولتها نظام كييف إلى حصن قوي ومعزز. وفي نتيجة الأعمال القتالية الناجحة للقوات المسلحة الروسية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، تم القضاء على أكثر من 4000 مسلح أوكراني من القوميين المتشددين من أزوف، وبدأت هناك إجراءات لاستعادة الحياة السلمية إلى ميناء ماريوبول وميناء بيردانسك. نقوم
إيصال السفن إلى هناك لاستعادة الحياة السلمية، وبحر أزوف تحول إلى بحر داخلي لروسيا كما كان ذلك على مدار 3 قرون. ونقوم باستعادة المرور عبر سكك الحديد مع دونباس، حيث يتم نقل الشحنات إلى ماريوبول وبيردانسك وغيرها من البلدات والمدن المحررة. بعد بسط سيطرتنا على قناة القرم الشمالي استطعنا استعادة إمداد شبه جزيرة القرم بالمياه العذبة بعد فك الحصار المفروض عليها من قبل سلطات كييف. فإن العسكريين الروس يظهرون نشاطاتهم ويحققون مآثر قتالية حقيقية. لقد اكتسب أكثر من 250 عسكري متعاقد خبرة قتالية في منطقة الأعمال العسكرية، ونقوم ب إزالة الألغام من الأراضي المحررة، ويجري إعادة بناء للمباني السكنية في مدينة ماريوبول وغيرها من البلدات، حيث تم بناء مركزين طبيين متكاملين مزودين بأحدث الأجهزة الطبية. وهناك عمل كبير يجري لاستعادة تزويد جمهورية دونيسك ولوغانسك بالمياه، حيث تم بناء قنوات المياه طولها أكثر من 200 كيلومتر، ويجري بناء قناة جديدة طولها 194 كيلومتر، ما سوف يؤمن تزويد مدينة دونيتسك بالمياه أيضا. بشكل عام فإن العملية العسكرية الخاصة أظهرت المهارة العالية للقيادات والأركان وجاهزية العسكريين الروس لتنفيذ أصعب المهمات. فإن الأسلحة والمعدات القتالية الروسية أثبتت جدارتها ومتانتها، وهذه العملية تعطي فرصة نادرة تحليل الأساليب الحديثة لخوض الأعمال القتالية بمشاركة أنواع وأفرع القوات المختلفة. وسوف يتم استخلاص هذه العبر في الخطط المستقبلية لتدريب وتجهيز القوات. أما قيادة الدولة والشعب الروسي فأثبتت وحدة الجيش والمجتمع. وفي هذه السنة وزارة الدفاع تقوم بحل وتنفيذ قضايا مهمة أخرى. في بداية العام الجاري وبمشاركة دول الأعضاء في منظمة الأمن الجماعي قمنا بإحباط محاولة تنفيذ الثورة الملونة في كازاخستان، وأيضا قواتنا تحافظ على السلام في سوريا وقراهباغ، ونقوم بإزالة الألغام في المناطق السكنية، ونقدم مساعدات طبية للمواطنين في تلك البلدان والمناطق. أما الثالوث النووي الروسي فيمتلك قدرة وجاهزية عالية، وذلك بفضل تزويد هذه القوات بالأسلحة الجديدة، وهذه النسبة تصل إلى 91%، حيث تم إعادة تسليح ل3 أفواج للصواريخ الاستراتيجية بصواريخ من طراز يارس، وهناك أيضا فوج آخر للصواريخ الاستراتيجية بدأ في الخدمة وباستخدام الصواريخ أفانغارد العابرة للقارات. وهناك أيضا فوج آخر تم تزويده بصاروخ عبر للقارات الاستراتيجي سارمات، وأيضا دخلت الخدمة العسكرية في هذه القوات طائرة قاذفات استراتيجية T-56 و T-90. تم إجراء
مناورات مشتركة بما في ذلك مع القوات المسلحة لجمهورية الصين الشعبية. القوات البحرية دخلت في خدمتها غواصة نووية جديدة مسلحة بالصواريخ استراتيجية من طراز بولاوا، وأيضا تزداد الإمكانيات القتالية لأنواع وأفرع القوات المسلحة. القوات الجوية الفضائية حصلت على منظومة مشتركة للاتصالات، وتم إطلاق القمر الاصطناعي الجديد الذي يمكن من السيطرة على المناطق الشاسعة في الجزء الشمالي للبلاد. أيضا ازداد عدد الطائرات التدريبية. في هذه السنة تم تخريج الدفعة الأولى من الطيارين من النساء. القوات البحرية حصلت على أحدث السفن والزوارق البحرية ومنظومات الدفاع الساحلي. بدأت تزويد القوات بصواريخ سيركون الفرط الصوتية، وفي الوقت الحالي يجري تزويد الفرقات الأميرال غرشكوف بالصواريخ الفرط الصوتية. ومن أهم المهمات لتنفيذ الحجوزات الحكومية في عام 2021 كانت تزويد القوات المسلحة بالمعدات والأسلحة الخاصة بخوض العملية العسكرية الخاصة، وذلك من خلال تزويدها بأحدث المجموعات المتنقلة للأسلحة، وتجري مراقبة تنفيذ كل الخطط من قبل اللجنة المشتركة التي تشمل الممثلين عن وزارة الدفاع والصناعة الدفاعية المعنية. وفي عام 2022 فإن الموارد المالية وباعتبار الأسلحة والمعدات الجديدة التي تم إدخالها في الخدمة، فزاد حجم هذه المخصصات ب30%، وفي بعض الأحوال من 69 إلى أكثر من 100%. وبشكل عام تم تنفيذ كل الحجوزات الحكومية بنسبة 91%، وكل الإجراءات المتعلقة بالتدريب العملياتي والاستراتيجي تم تنفيذها في السنة الجارية. وفي بداية العام الجاري تم إجراء مناورات بحرية واسعة النطاق، وتم تنفيذ خلالها المهام الخاصة بالردع على التهديدات العسكرية لروسيا من الاتجاهات البحرية. وكانت مناورات الشرق 22 شملت الممثلين عن 14 دولة أجنبية، ومن خصائص تلك المناورات أصبح تشكيل المجموعة الدولية للقوات لحل القضايا المشتركة. وهذه المناورات أظهرت القدرة على تنفيذ المهام القتالية وبجدارة لضمان الأمن الإقليمي. أما القوات الصاروخية الاستراتيجية فخلال مناوراتها نفذت المهمة الخاصة بالردع لاستخدام العدو الافتراضي للأسلحة النووية في المنطقة القطبية في شبه جزيرة تشوكوتكا. جرت البعثة العلمية وتم البحث عن مختلف الظروف وأساليب استخدام للأسلحة الحديثة في المناطق القطبية. وبغض النظر عن محاولات الغرب لعزل روسيا، نستمر في توسيع جغرافيا للتعاون العسكري والتقني، حيث تقوم وزارة الدفاع الروسية بتطوير علاقاتها مع أكثر من 109 دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وأجرينا عشرات من الإجراءات الهامة المشتركة
بمشاركة الممثلين عن دول العالم، وشارك فيها أكثر من 5300 عسكري من 34 دولة. وخلال 8 أعوام لخوض الألعاب العسكرية تم إعادة بناء وتطوير القاعدة المادية التي تستخدم لإجراء مثل هذه المناورات. وأيضا هناك فعاليات أخرى مرتبطة بالمنتدى الدولي للأمن الجيش، وحضر هذا المنتدى في الأعوام الماضية أكثر من مليوني نسمة، وتم عقد صفقات في هذه السنة تقدر بأكثر من 25 مليار روبل. وهذا المنتدى يعتبر معرضا مرموقا دوليا. وفي أغسطس العام الجاري انعقد مؤتمر الأمن، شارك فيه الممثلون عن 70 دولة وعددهم 700 شخص. وفي السنة الجارية أيضا انعقد المؤتمر المعادي للفاشية، وشارك فيه المحاربون القدامى والممثلون عن الدول الأجنبية والملحقون العسكريون ل26 دولة. فإن أعضاء المؤتمر استنكروا جميع المظاهر للتمييز العنصري والنازية والفاشية، واتفقنا على عقد هذا المؤتمر سنويا. فإن المدرسة العسكرية العليا الروسية تعتبر من أفضل المدارس العسكرية في العالم، ويتعلم في مؤسساتنا التعليمية العسكرية الآلاف من العسكريين الأجانب. وابتداء من شهر سبتمبر دخل في هذه المؤسسة أيضا المعهد العسكري لمدينة دونيتسك. في سبتمبر العام المقبل سوف نقوم بفتح مدرسة ثانوية عسكرية في مدينة إيركوتسك. هناك أيضا هيئة وطنية تعتني بالتعامل مع المحاربين القدامى. أشكركم السيد الرئيس على دعم هذه المبادرة. فيما يتعلق بالظروف السكنية فتم حلها بالنسبة ل 29 أسرة من العسكريين، ونولي اهتماما كبيرا بتطوير الخدمات الطبية العسكرية. وبفضل الإجراءات الوقائية انخفض مستوى الإصابات بالأمراض في القوات المسلحة ب 1.5 مرات، وازدادت فعالية وجودة الخدمات الطبية بثلاث مرات. أما عدد المرضى الذين حصلوا على هذه الأنواع من المساعدات فيساوي 28,000 شخص. والأطباء العسكريون أظهروا مهارتهم وقدراتهم خلال العملية العسكرية الخاصة، حيث يتم تقديم المساعدات والإسعافات في الدقائق العشر الأولى، وبعد ساعة يصل المرضى إلى المشافي الميدانية، ثم يتم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية المركزية. ومستوى الوفيات بعد تقديم المساعدات الطبية انخفض كثيرا ويعتبر من أدنى المستويات. أما مدينة قازان فتم تدشين وافتتاح فيها مستشفى عسكري مركزي جديد، ويتم إعادة إعمار للمستشفيات العسكرية في مدن أخرى بما في ذلك بريانسك وميرني وفلاديكاوكاس وغيرها. وهناك معاجم عسكرية يتم بناء فيها المشافي والمستشفيات أيضا أو مراكز العلاج.
فيما يتعلق بمواجهة الفيروس كورونا، فتمكنا من الحيلولة دون انتشار الموجة السادسة من هذا الفيروس في القوات المسلحة. فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية العسكرية، فكنا نولي اهتماما خاصا للقوات قوات الصواريخ الاستراتيجية، بما في ذلك لنشر منظومات صاروخية أفانغارد يارس وسرماد. في الأسطول الشمالي تم استكمال البناء للمشاريع ومنشآت البنية التحتية الاستراتيجية. أما في بحر قزوين فتم بناء مرسى طوله 1500 متر، وأيضا هناك مرسى ثاني يتم استكمال بنائه. من جهة أخرى قمنا بإعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية في 15 مطارا عسكريا، وذلك لاستيعاب جميع أنواع من الطائرات الحربية. من جهة أخرى تم استكمال بناء 625 مبنى من مختلف الأغراض في مختلف المعسكرات للقوات المسلحة. من جهة أخرى تستمر قوات السكك الحديدية بتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية ومواصلات النقل عبرها، وذلك وفقا للخطة المبرمة. من جانب آخر تقوم وزارة الدفاع بتنفيذ مشاريع تنويرية وتوعية أخرى مختلفة، بما في ذلك العروض العسكرية. وبموجب لتعليماتكم وفي غضون 90 يوما تم إعادة بناء لنصب تذكاري ساور ماجيلا، ويستمر العمل المنظم للتربية الوطنية للشبيبة، حيث شملت هذه المسيرة جميع أنحاء روسيا، ويتوحد فيها أكثر من 1,250,000 من الشباب من الفتاة والفتيان، وتجري عملية التربية الوطنية للشبيبة في المراكز الإقليمية من طراز أفانغارد، وذلك في المدن والبلدات عدد سكان فيها أكثر من 100,000 مواطن. ونعتقد أن بناء مثل هذه المراكز للتربية الوطنية يجب أن تكون بداية لتطوير منظومة التربية الوطنية للشبيبة في البلاد. أيها الرفيق القائد العام الأعلى، بشكل عام تم تنفيذ جميع المهمات التي أوكلت على القوات المسلحة الروسية، مما أسفر عن زيادة القدرة الدفاعية للقوات المسلحة. فيما يتعلق بتدابير الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني لروسيا، انطلاقا من سعي الدول الغربية والحلف الشمال الأطلسي للتمدد وضم أعضاء جدد في قوامها من فنلندا والسويد، فإنه لا بد من اتخاذ التدابير لازمة للتصدي على هذه المخاطر المحتملة. نقترح إعطاء إمكانية للمواطنين في أن يلتحقوا بالجيش بالتعاقد، أو أن يتم استدعائهم والتعاقد معهم من أول يوم من الخدمة العسكرية. ونقترح أيضا تطوير القوام والهيكلية للأنواع للقوات المسلحة، ورفع مسؤولية القيادات العامة عن استخدام الوحدات العسكرية والتشكيلات، تشكيل ثلاث تشكيلات جديدة في خرسون وزاباروجيا وكوريليا، إعادة تشكيل الفرق الآلية وسبع ألوية آلية في المنطقة العسكرية الغربية وفي الأسطول الشمالي،
ولكل جيش ميداني أو جيش مدرع أن يكون لواء الطيران بعدد يشمل 180 مروحية قتالية، إضافة إلى ذلك تشكيل 3 قيادات للفرق الجوية والأفواج للقاذفات عددها 8، ولتشكيل الاحتياط المدفعي في المحاور الاستراتيجية تشكيل 5 فرق مدفعية في المناطق العسكرية، وأيضا ألوية للمدفعية الكبيرة القوة. على أساس الألوية الموجودة للمشاة البحرية تشكيل 5 فرق للمشاة الآلية، ولرفع قدرات القوات المسلحة لا بد من رفع عدد القوات المسلحة إلى 1,500,000 عسكري، بما في ذلك العسكريين الذين يخدمون على أساس التعاقد حتى 650,000. في السنوات الماضية ظهرت هناك بعض المشاكل الخاصة التي ظهرت بعد حل وحدات الإمداد والتموين من خلال إعطاء صلاحياتها ووظائفها إلى الشركات المدنية، فكل هذه الصعوبات والمشاكل لا بد من معالجتها. فيما يتعلق بمراكز التجنيد والتعبئة فلا بد من رفع عدد الكوادر فيها وإعادة تزويدها بالأجهزة الحديثة. أيها الرفيق القائد العام الأعلى، سوف يتم إدخال كل هذه المقترحات إلى الخطط الرامية إلى تطوير القوات المسلحة الروسية. بين الأهداف ذات الأولوية للعام القادم لا بد من مواصلة العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها بشكل كامل. بشكل كامل لابد من تنفيذ مجموعة التدابير الخاصة بتدريب العمليات والتكتيك، أخذا بعين الاعتبار خطط توسع ناتو إلى الشرق، إجراء مناورات استراتيجية الغرب 2023، إدخال في الخدمة العسكرية في القوات قوات الصواريخ الاستراتيجية 23 منصة لإطلاق الصواريخ استراتيجية يارس أوانغارد وسرماد، إدخال 3 قاذفات استراتيجية من طراز 260، وإدخال غواصات استراتيجية جديدة منها 4 غواصات و12 سفينة.